يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز للرجل حلاقة الشعر الذي ينبت على الخدين وكذلك الذي ينبت بالرقبة أسفل الذقن؟ ما نبت على الخدين والذقن فهو اللحية، هذه عوارض يسمونها عوارض، فلا يجوز حلق ما نبت على الخدين والذقن. وأما ما ينبت في الرقبة والحلق والقفاة له أن يأخذه إذا كان يتأذى منه، نعم، لأنه ليس من اللحية. نعم.